وإن لم تعتني الدولة لا تنتظر من رأس المال في ظل هذا التطاحن المادي الزاحف المسيطر المهيمن. يعني الهوية لا تعني رأس المال في شيء نهائي. لكن دعني أناشد حضرتك في حاجة أن أو إلى جانب شكر بنظلم ناس يعني بنظلم لا في مؤسسة في مؤسسة لا في مؤسسات مؤسسات جامعية كبيرة وجامعات قامت باسم رأس المال واهتم بعضها من باب التعامل على دعم الهوية من خلال منهج تاريخي أو منهج للغة العربية، لكن لا يخضع إلى أنا بدرس في إحدى هذه الجامعات، لكنه لا يخضع إلا للشكل التلقيني وملء الفراغ وكده. لكن دعني أناشد حضرتك أنه ألا تكتفي بحلقة واحدة أو حلقات في هذه القضية، لأنها قضية قومية قضية تهم البلد. أنا بشكرك جدا دكتور. العفو، الله يبارك فيك. شكرا. بأشكر مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الحلقة من المنتدى الأستاذ الدكتور زكريا سليمان أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة المنصورة، وأشكر أيضا الأستاذ الدكتور صلاح السميع الأستاذ بكلية التربية بجامعة حلوان. أشكر كذلك الدكتور حسام عقل الناقد الأدبي والمدرس بتربية عين شمس. مشاهدينا الكرام، كنا في هذه الحلقة من المنتدى نناقش قضية التعليم والهوية، كيف نستطيع أن نثبت معالم واضحة للهوية داخل الطالب من خلال العملية التعليمية. أشياء كثيرة حاولنا أن نتوقف أمامها في هذه الحلقة، حلول حاولنا أن نضعها في هذه الحلقة أيضا. نتمنى أن نتوقف أمام هذه القضية مرة أخرى لأنها من الخطورة بمكان ومن الأهمية أيضا بمكان. سعدت بكم وأشكركم على حسن المتابعة. الثلاثاء القادم إن شاء الله حلقة جديدة من حلقات المنتدى. حتى هذا الموعد، تحياتي لكم محمود شرف، إلى اللقاء.